واحد من المشروبات الرمضانية الشهيرة اللي بتحرص عليها كتير من الأسر المصرية. خشاف عبارة عن قطع فواكه مجففة زي التين بقى، المشمشية، الزبيب، بيتضاف ليهم بقى قمر الدين والبلح والمكسرات زي ما حضراتكم كده عارفين التفاصيل بتاعة القصة دي كلها. لكن هل حضرتك فكرت قبل كده في معنى كلمة خشاف؟ أصلها كان عبارة عن إيه؟ فزميلتنا وسام نصر نزلت الشارع وسألت الناس السؤال ده، وهتشوف دلوقتي الإجابات مع حضراتكم. ايه اصل كلمة خشاف؟ ده عبارة عن مشمش وقريصة وزبيب وحاجات كده مكسرات. تجميع الحاجات بتاع رمضان. يعني خشاف ده بالنسبة للفطار، يعني ان احنا نجرح صيامنا بيه وكده. تمر وبلح وجوز هند. خشاف اللي هو البلح والقمر الدين والزبيب والجوز الهند والبتاع ده، قولي معايا، المشمشيه. وعايزين نحط مكسرات، نحط مكسرات. مش هنحط مكسرات، ما نحطش مكسرات. بلح بتاع القرايصه، القراصيه، المشمشيه، الطين، الزبيب. بلح وطين وزبيب بيتنقع في ميه، تمام؟ اصلها فارسي اسمها خوش قال، يعني الاسم خوش قال، ما اسمهاش خشاف. احنا عندنا في مصر هنا بنقول خشاف. خشاف ده عباره عن يعني حاجه كده خشنه بتاع الكشكشي. ده نبات ولا ايه ده؟ مكوناته قمر الدين، مشمشيه، قراصيا، بلح، بعض الاضافات بقى، زبيب، جوز هند كده. خشاف بيبقى مكوناته بلح بقى، قراصيا، عين جمل، مشمشيه، قمر الدين، سكر، وتحطيه بقى شويه كده بيبقى زي العسل يعني. مكوناته كوبايتين دقيق ونص معلقه سكر واربع معالق لبن. الاول بلح والتمر والمشمشيه بتاع المشمشيه والقراصيه. عارف يعني خشاف؟ صلاح ما اعرفش. القراصيه وزبيب وجوز الهند بلح، واحيانا في ناس بقى بتحط حاجه تانية، يعني اضافات من عندها بالسوداني بقى والحاجات ديت. تين وقراصيا ومشمش والبلح وزبيب وجوز الهند، وكل المكونات دي بتبقى على بعض بتبقى خشاف. خشاف على لبن السلطه. يعني ايه كلمه خشاف؟ اكيد ده يعني نكهه. البلح وزبيب وجوز الهند وتين ومشمشيه ورازيا. كلمة خشاف أصلها فارسي بمعنى خوش آب. كان العرب بيطلقوا هذه الكلمة على الثمرات التي يتم تخزينها أو تجفيفها أو التي كانت تتساقط تحت الأشجار لفترة زمنية طويلة. جه المصريين وغيروا شوية في الكلمة وقالوا على الخوش آب خشاف، وكان من مكوناتها الزبيب والتين، إلا أصبح أحد أشهر المشاريب الرمضانية على الإفطار. كل سنة وانتم طيبين. وسام نصر، MBC Moss.